نظمت جمعية القلب الخيرية للتنمية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة قافلة طبية لعلاج مرض العيون بمستشفى جوزاتور، وقد أجريت ل25 فردا من الرجال والنساء، وقد عبر بعض من المستفيدين من هذه العمليات الجراحية. الله يبارك فيك، يعني ده قال نشوف تشنجن أصلا الواحد دي قال تشوف تشنجن بس. من ما بشوف قاعد بشوف بمشي فرحان، وبعدين العمى سبب لي ضغوط نفسية. يا الله اتخلصت من هاليوم. من ناحيته الطبيب الأخصائي لعلاج مرض العيون دكتور جبرين أردي أشار إلى أهمية القافلة الطبية للبرنامج الصحي، شاكرا للحضور على التعاون معه في تنفيذ هذه البرامج الصحية. مدير جمعية القلب الخيرية للتنمية ثمن جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الحياة الاجتماعية والصحية لجميع المواطنين، وخاصة الرجل المحسن من دولة الكويت، وطلب من عمال المستشفى مزاولة أعمالهم الإنسانية، وطلب من التجار التشاديين أن يحزوا نحو هذا البرنامج الإنساني. أشعر بهذا يعني الامتنان لإخواننا من دولة الكويت الذين ساهموا في ترتيب هذا الذي حصل وتقديم هذه المساعدة لإخواننا. نوجه نداء كذلك إلى إخواننا من الداخل من التجار وغيرهم إلى المساهمة في مثل هذه العمليات. مدير مستشفى جوزاتور حامد أشار إلى أهم أهداف البرنامج الصحي، مطالبا الجهات المعنية بمزيد من الخدمات الاجتماعية والصحية، وأن البرنامج الصحي سيواصل في الأيام القادمة في جميع مدن أقاليم البلاد.